مشاهدينا الكرام ساعه سعيده نتلقاكم في هذه البرمجه الخاصه من برنامجكم اسرتي بمناسبه اليوم العالمي للمراه طيله هذا الاسبوع حنا مرافقكم بقصص مميزه لنساء مغربيات باختلاف المجالات اللي هما فيها اختاروا انهم يوضعوا بصمه مميزه نساء العالم القروي كيفاش اختاروا انهم بفضل تعاونيات وبفضل تحديات وجمعيات يتخلق... يحققوا نجاحات كثيره كيفاش كانت ظروفهم تختاروا ينطلقوا انطلاقات جديده بين المغرب وخارج المغرب نساء مغربيات نتشرفوا انهم تنتموا لهذا الوطن الرائع شكرا على حسن المتابعه ديالكم مرحبا بضيفاتي كل من السيده مبروكي فتحة مؤسسه تعاونيه تيمات بتيموليلت اقليم ازيلا يا اهلا وسهلا الحاجه بارك الله عليك نهار كبير هذا بارك الله عليك ديكم الله يحفظك لنا <applause> تنشكر البرنامج أسرتي وراي ذلك شكرا وانت وراي منورانا ورانا اليوم بارك الله عليكم <applause> شكرا ساعة سعيده من ورانا أيضا هي جاتنا من إقليم الفقيه بن صالح سعاد غبار كيفاش اختارت أنها تحارب البطالة ودخل مجال ما كتعرف عليه والو من الدراسات ديالها اللي ما عندها بهذا الشيء اللي كتخدم فيه اليوم هي أسات تاع الكرامة بأهل المربع في إقليم الفقيه بن صالح قصتها مع هاد وكيف بدلت حياتها نرحب بك مرحبا بك سعاد الله كل عام وأنت بألف خير أمين ربي يخليك الله يحفظك نتمنى لك دوام الصحة والخير إن شاء الله شكرا, شكراً على حضورك معنا الله فيك مشاهدينا الكرام راجعين تعرفوا على قصص هاد السيدات المتميزات كل وحدة في المجال ديالها ولكن البداية رفقت وحدة من مغربيات العالم الوجهة ماشي من الوجهات المألوفة غنمشيو هذه المرة لكولومبيا تعرفوا على قصة ملكة الديوري كيفاش من رحلة وسفر وترحال مع رجلها ووليداتها وزيارة لبزاف ديال الدول قروا أنهم يخلقوا مشروع 100% مغربي بعاداته وبتقاليده الأصيلة في كولومبيا روبورتاج وراجعين ربطوا اتصال بضيفتنا بعد تفكير عميق واستعدادات امتدت لثلاث سنوات قررت مليكة جوري في عام 2013 خوض تجربة جديدة وهي السفر عبر العالم رفقة زوجها أنور العثماني وأطفالهم ثلاثة على متن سيارة للتخييم وهذا التحدي اختاروا له اسم مسك الليل طيلة خمس سنوات زاروا مجموعة من البلدان والقارات عبر مراحل ومن أهم المحطات اللي سجلوا فيها ذكريات كثيرة كنوجدوا الأوروغواي الأرجنتين تشيلي، بوليفيا والبيرو وفي المرحلة الثانية زاروا الإكوادور كولومبيا وفنزويلا، وأطفالهم طيلة هذه الرحلة الطويلة كانوا كتابعوا الدراسة في نهاية هذا التحدي قررت ماليكا رفقة زوجها لاستقرار كولومبيا سنة 2017 بسبب الموقع الجغرافي لهذا البلد الواقع بين أمريكا الجنوبية والوسطى وما يسخر به من مؤهلات وفرص سياحية وفضل الخبرة الطويلة اللي راكمتها السنوات في مجال السياحة والفندقة والمطاعم داخل المغرب وخارجه أطلقت مليكة رفقة زوجها مشروع سياحي طموح تحت اسم بلانت خميسة كولومبيا اللي كيتواجد في منطقة قروية وهذا المشروع كيتعتبر اليوم مثابة متحف مغربي متنقل بحيث كيضم تصاميم مغربية وكيعرف بالمغرب بحيث أن الغرف كتحمل أسماء المدن المغربية كما أن الأكل اللي كيتقدم في هذا الفضاء السياحي حاضر فيه الطبخ المغربي بامتياز اهلا وسهلا ملكة جوري انت معنا من كولومبيا شكرا لك لانك معنا في هذه الحلقه المتميزه والخاصه اهلا وسهلا الله يبارك مرحبا بك لالا قصه سفر دمت ثلاث سنوات قد زوجك ووليداتك والاستقرار قبل سنوات كان في كولومبيا نتوما اليوم برفقة الزوج ديالكم مشرفة على مشروعكم الخاص بعاداته بتقاليده المغربية ملكة جوري كمغربية من تربيتك المغربيه الاصيله من الحاجات اللي كبرتي فيها إشنو مميز داته معاها ملكه جوري من المغرب عونها انها تقبل وتتاقلم مع مختلف المجتمعات والثقافات احنا اه بعد جوله في العالم في امريكا الجنوبيه مع وليداتنا قررنا نجلسوا في كولومبيا و... والحقيقه هذا اختيار سي ديفيرون ديال داكشي اللي دي الناس مولفين باسكو أمريكا الجنوبية بعيدة بزاف ما سهلاش <applause> 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 والحقيقة هذا الاختيار اللي درنا درنا على على حسينا أن كولومبيا فيه بزاف ديال القيم والتقاليد بحال اللي عندنا في المغرب <تصفيق> 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 الحاجة اللي الفرق الكبير اللي كاين هي اللغة اللغة ديال ولكن في المغرب فريمون في كولومبيا تنحسو بحال ولا كنا في دارنا الحاجه اللي تن... اللي اللي صعيبه لنا هي الفرق مع عائلتنا ولكن هاد التقاليد كلهم اللي عندنا في المغرب حسينا بحال حتى لولا لقيناهم عاود في كولومبيا. في كولومبيا. كنعرفوا بلي حنا مجتمع مغربي كريم كاينه عماره الدار جمعت العائله كاينه المحبه كاين الكرم بيناتنا. ديتيهم معاك من المغرب وهادشي اللي كبرت عليه عاونك اسرع هادشي انك تاقلمي ديري بلاصتك هادشي دينا معانا باسكو المشروع اللي عندنا ماشي غير غير المشروع ولكن غير وصلنا في كولومبيا بدينا مع المطعم ديالنا بدينا مع الماكله ديالنا أه. بدينا معنا واحد الكونتينر فين كان الحوايج ديكوراسيون كلنا ديالنا ديال المغرب حيت كنا بغينا نحسو بحال ولا المغرب باقي كاين معانا أه. ااا أه و, و... و... كلو الحقيقه دابا بتن... تنشجعو بزاف الناس ي... يعرفوا المغرب يمشيو المغرب حيت مع مع الفندق اللي عندنا والبيوت والديكوراسيون والمطعم اللي 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 تنديرو هادشي كلو المغرب معنا في كولومبيا اليوم ما كان ديالك بالنسبه للعائله ديالك انت حريصه رفقه زوجك على ان تقاليدكم يعرفوها ناس في كولومبيا فما بالك وليداتك اللي سافروا معكم الرحله والمشوار من الاول واللي نتوما لهم تجربه مختلفه هل كانت في الاول بالنسبه لكم واش كانت خبالاكم هذه التجربه انت والزوج ديالك اولا قلتوا صافي حنا غنزاموا وليداتنا غنلقاو لهم طريقه باش يتاقلموا باش حتى هما يبنيوا حياه بهذا الطريقه الحاجه اللي اللي منها من خرجنا من المغرب باش نديرو السفر ديالنا ونمشيو نقولو في كولومبيا الحاجه اللي اللي فريمون اللي, اللي قلنا خصنا نخدمو بزاف هي الثقافه الحاله ديالنا باش وليداتنا حيت من خرجنا من مشينا من المغرب الدراري كان عندهم سبع سنين ثمان سنين وتسع سنين <applause> أه دابا عندهم 20 19 و 18 تبارك الله و... وقلنا قلنا واو تي غنديروا معاهم باش يبقاو يكون عندهم هاد التقاليد ديالنا اللغه ديالنا الدارجه وهذاك و... و... الشيء كله اللي, اللي كبرنا حنا فيه دونك منين سافرنا ونبعد بعد سافرنا الحمد لله السفارات ديال المغرب في العالم عاونونا بزاف باش نديرو باش نديرو لا ديال المغرب في الخارج. <نصف> و كنا تمشي في المدارس كنا تمشيو في اليونيفرسيتي مع الوليدات وكنا تنهضروا على المغرب وعلى التقاليد ديالنا وبلادنا و... و... بزاف <مه> وهذا الشيء عاوننا بزاف باش الدراري يبقاو دائما ان كونيكسيون مع بلادنا مع الثقافه ديالهم مع, مع بلادهم اها قلت الثقافه <مه> ديالنا قلنا في الحديث ديالنا في بدايه حديثنا لما باللي كولومبيا ماشي من الوجهات الاعتياديه اللي كيهاجروا لها بزاف ديال المغاربه والجاليه ربما المغربيه اللي كانت مقلله بزاف مع على ما جاوكش لحظات ملكة ديوري توحشت صداقات نسائية المغربية واش نجحتي أنك تلقي سيدات مغربية تما طربتي طيب بهم علاقات ويبقاو تفكروك بالنساء المغربيات وبالعادات وبالتقاليد ديالنا وبحنا كيفاش عايشات كانت نساء مغربيات الحمد لله عندنا عندنا بزاف ديال الضيوف اللي جايين من المغرب الحمد لله انا بزاف ديال ضيوف اللي جايين من المغرب و... وكل مره تن... تنستقبلو شي مغاربه عندنا في الدار دائما تندوسوا واحد واحد لو مومون لي اللي... فانتاستيك حيت تنطيبوا مجموعين تنجلسو مجموعين تنهضروا تن بالعربيه تن, تن... تن... تنشوفوا التصاور ديالنا ديال المغرب تنهضروا على هذا داكشي كله اللي تنتوحشوا و, و... و... والنساء اللي مسافرين حتى هما تيديروا السفر بحال ديالنا هاد العائلات تيديروا السفر بحال ديرو بحال درنا حنا واللي تيجيو عندنا فرحانين بزاف باسكو حتى هما تيلقاو مع من يهضروا مع من يتكلموا مع من نتوحشو هذاك الشيء كله اللي ماشي اها شكرا لك بزاف ملكه جوري نتمنى لكم دوام الصحه والخير ودائما ايام طيبه لكل عائله ديالك شرفتينا من كولومبيا شكرا لك مشاهدينا الكرام بارك الله حل... فيك لله اهلا وسهلا اهلا وسهلا شكرا لكم شكرا لك مشاهدينا الكرام نذكر حلقتنا اليوم نساء من العالم القروي احتفالا باليوم العالمي للمراه وبرمجه خاصه طيله هذا الاسبوع انسلطوا فيها الضوء على نساء ما اكتفاوش بانهم يقبلوا الواقع كيف ما هو والظروف كيف ما جاءت ولكن يصنعوا نقطة أمل ينطلقوا منها من جديد جن نعاود لكم على قصة واحد المرأة من بين بزاف ديال العيالات المغربيات اللي كاينين في الدواور وفي الضواحي ديال بزاف ديال المدن المغربية هي مرأة عندها وليداتها صموا بوكم كيفاش اختارت انها ليل نهار تقاتل وتكافح على وليداتها وانا كندوي معاها في الكواليس قالت الحياه ماشي سهله الحياه فيها بزاف ديال الصعوبات وكفاح وخصها بزاف ديال الجهد باش نقدروا اننا نحققوا عدد من الحاجات كيفاش بدات قصات مبروك لفتيحه مؤسسه تعاونية تيمات اللي كاينه النواحي ديال ازيلال كيفاش بدات هذه السيده وهي عندها جوج من وليداتها سم بكم وقالت لي واحد الجمله قالت لي ولادك كيكونوا كيسمعوا وكيهضروا ويلا تسلكي معاهم فما بالك اذا كانوا ما تسمعوكش وما تيدوش معاك كيفاش تعلمت لغه الاشاره أو في الدوار ولا في المنطقة اللي هي فيها صنعت راسها والوليداتها ولنسدي ديال المجتمع أمل جديد ربورتاج شهادات في حقها ورجعين الحديث برفقتها مقر تعاونية تيمة الفلاحية بتيموليلت إقليم أزلال كي نساء النساء القرية صباح كل يوم كخلية نحل لإنتاج زيت الزيتون وكل مشتقاته عمل مستمر وبشكل جماعي خلى هاد الفكرة تحول لمشروع اقتصادي ناجح واللي كيشتغل اليوم عشرة النساء اللي كانوا في السابق كيعانيو من البطالة وسط جبال هاد المنطقة كتنحدر فاتيحة مبروكي واللي كتعتبر العمود الفقري لهاد التعاونية نظرا لكونها إحدى مؤسسات هذا المشروع سيدة مجدة ومتابرة استطعت تحدى مجموعة من الإكراهات والتحديات وساهمت في خلق حركة اقتصادية مهمة في المنطقة هي الأمينة العامة ديال مجتهدة ومجدة واللي عقلها خفيف كتعلم دغيا وكذلك انها خدومه يعني انها في محطتها تبارك الله عليها يعني كتقدم خدمات جليله بسبب بالنسبه للتعاونيه بالنسبه للفاتحه هي العضو نشيط داخل التعاونيه وهي الدينامو ديال التعاونيه هي امينه المال هي واحد المراه اللي مجده مجتهده ومكلفه بالبيع هنا في التعاونيه وعندها واحد التقنيه خاصه في البيع انها تجلب بزاف الزبائن بعد شروق شمس كل يوم كتساعد فتيحة لبداية برنامج عمل طويل وبالرغم التزاماتها المهنية فهي زوجة وأم اللي قدرت توفق في المهمتين وصبحت فخر لجميع نساء المنطقة ونموذج يحتدى به لفتيحة أهلا وسهلا من جديد منورانا تبارك الله عليك شكرا الله يعطيك الخير 2008 درتي التعاونيه اسستي التعاونيه نهار 5 مارس 2008 يا سلام عليك تبارك الله تعاونيه <applause> 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 علاش دارتها الحجه فاتحة شنو كان في الظروف كان خاصو يتبدل آه كنا انا داك هو المخرج درنا تكوين يعني. تاع الارانب في الجمعيه أيه؟ الجمعيه هي الام تاع التعاونيه أيه؟ وجابوا لينا اصحاب لوفيس الثانويه الفلاحيه جابت لينا قنيه ولكن قنية ما صدقاتش لينا في المنطقة موليل لحقاش عندها الجو سخون وقلنا علاش ما نديرو نتمنو المنتوج تاعنا عندنا الزيتون واحد الكمية كبيرة تقريبا شي 600 قطار ديال الزيتون قلتوا نجيو نتلاقاو نديرو تعاون ديال, الزيتون الزيتون بدون مواد حافظة زيتون طبيعي وحنا نديرو الحمد لله لا شنو ملي ميكد... ترجعي كاسيطه ديال حياتك شنو كان فيها صعيب؟ اه حياتي دارت صعيبه شنو كان فيها صعيب؟ <applause> قاسيت بزاف لحقاش ديك الساعه ما كنتش تنخرج وما كنتش أه؟ كانش عندي تا باش نعرف نتعبر وشي حاجه المهم واخا كنت عارف الدار وراجلي كان متقاعد من دوك المتقاعدين 1000 2093 شهر التقاعد 1993 اه, آه. آه. من تمشى التقاعد وديك الساعه كانت المنضع على قد الحال ايوا قلت لي انا هاد التقاعد البسيط ما كافينيش انا والدراري والراجل اه اجي يا فتيحه اش ندير اش ندير دخلت الجمعيه درت تكوين ديال ديال درنا ديال النحال درنا ديال المعاز درنا بزاف تاع التكاوين ومن تما نطلقوا داروا التعاونيه دخلتني واحد السيده رابحه قالت لي دخلي معنا للتعاونيه قلت لها مرحبا لحقاش شافتني في الجمعيه قالت لي راك فاكه لا لا وقاده لا وقاده سر ضحكتك اللي رغم الزمان اللي قلتي قاسيتي فيه بزاف اه الضحكه منين جايه يا فاتحه اه واخا يكون عندي مشاكل تنضحك في الله اه ديت الرضا تاع الوالدين الحمد لله يا ربي داك هو وتمنيت لو كان كانوا والديا حتى هاد الساعه ويشوفوني حقاش رباوني نعمة التربية الحمد لله والتعاونية درناها احنا عشرين متعاونين تلاقيتو وتجمعت درتي اه تلاقينا ولينا اسره. شي تيكملش أه الحاجه خرجتي من دارك من المحيط اللي كنتي كتعرفي آه. اللي قلتي انا كان آه ما كنتش كنعرف نتواصل بزاف ولا ندوي ولا تاموني عطاتك نفس جديد في حياتك شتي ناس اخرى؟ افاق لا من الناحيه الماديه ومن جيت الناحيه الناحيه المعنويه غيرات لي الوضعيه ديال داري بزاف وديال وليداتي وكيفاش نعيش وكيفاش ندير داري نجهزها ولينا اسره دوك المتعاونات معايا وراو بزاف الحمد لله وليداتك عندك جوج عندي جوج كيفاش تعلمتي لغه الاشاره اه الاشاره العشوائيه سلكات الامور اه سلكات الامور واحد الحق عنده سبع سنين كتبناه لعمته بالتبني مشى لفرنسا ما شاء الله و... وواحد بقى معايا وقلت جوجتو على 23 عام وما كان الزربة الحاجة <applause> لحقاش قلت لا مت شكون اللي بغى يكون به اه وعاونوني الاعضاء تاع التعاونيه منهم فينا نقافات منهم طريطورات كديروا كل شيء آه. المهم وعاونوني ساندوني بزاف زعما تنشكرهم جزيل الشكر وكنشكركم نتوما صح الله يعطيك صحيحتك يا ربي عندك بنيه ايضا عندي بنيه <applause> الله يخليها لك وليداتك كاملين وكافحتوا ربيتهم نعمه التربيه كيما ربوني والديا الله يواليهم برحمه الله ويرحم والدينا والدي المسلمين يعني. اجمعين ربيت انا ولادي وهاد التعاونيه حلت لي قلت لك افاق اللي تنسارى تاريخ المغرب كامل الحمد لله الصراحه ومشيت للوطيلات سان طوال ايوا ومشيت لباريس يا سلام 2017 <applause> مشيت للمعارض الباريس مثل تعاوني انك تخرجي آه، من مرني... الدائره الاكتفاء آه. عمرك تتخيلي راسك ما عمرني ما حلمت باش تركب الطياره نهار ركبتي الطياره ومشيتي تتمثلي التعاونيه في معرض برا كي كان الاحساس ديالك الحاجه فاتحه و... سهل عليا الله الصراحه ومشيت مع ناس ما فضلتهم قدامي الله يعطيك الخير ساندوني وزعما الصراحه الحمد لله ديما الانسان يقول من. يا ربي لقيني مع محسن احسن منه يا ربي لقينا مع ما خير هذا الشيء اللي يطلب الانسان يا رب وهاد التعاونيه عندنا الزيتون قلت لك بدون مواد حافظه اييه زيت الزيتون ياك والمشتقات ديالو زيت الزيت آه مميز داك حاصل على ميداليه ذهبية وفضيه ونحاسيه والزيتون ديالنا تيقولوا على العشاق على العشاق آه. سيدنا نشجع المنتوج الوطني لانه مهم بزاف وبزاف وحنا على بواب سيدنا رمضان ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه شريو بحال هاد التعاونيات وشجعوا وعاو... تبدلت حياتها بالليل ونهار اللي م... كتشري كتعاون الناس اخرى تبدل حياتها قلت لك الزيتون ديالنا حاصل على ميداليه ذهبيه وفضيه ونحاسيه المهم زيتون داكشي داكشي فيه وعاوناتنا المبادره الوطنيه اييه وعاونتنا المكتب الاستثمار الفلاحي والمديريه الفلاحيه اما الجمعيه هي الام تاع التعاون هي الام سخر لك سيدي ربي في طريقك ناس كانوا سند لي اه ساندونا بزاف وليت ولات واحد التعاونيه تاع لي توريس ايوا فيهم الاعضاء ديال التعاونيه دايرين ديك التعاونيه تاعت لي واللي وليت تنستقبل السواح السياحه لداري ما شاء الله الطليانيين والفرنسيين زعما وكي كديري معاهم في الهضره كتسلك تيب كل مترجم وكتسلك اه تتسلك. لا الحمد لله والشكر لله زعما الناس ديال التعاونيه دولينا اسره لحقاش هي تعاونيه تيمات تيمات هي الاخوه هي الاخوه, هي الأخوة. وليت أخوة أخوة خوت أخوت ولينا خوت تعاونوا في الشده وفي الضره اها والتعاونيه هي فارقين المجال كاينين الناس اللي مخلفين تقني ما هو تقني اييه وما هو اداري وأنا اش بنات حقتك الحاجه فاتيه تقني ولا اداري بيناتكم هذاك الشيء لا انا اش بنات بارك الله الطاقه اللي عندك الله يعطيك صحيحتك ولكن عندي دابا العمر ديالي 61 عام ما شاء الله اه صراحه ما شاء الله ولكن... حاجه فاتيه حاجه نقول لك 61 آه. عام الوليد مشى لفرنسا آه. الله خير تبارك الله تزوج البنت آه. الله يسخر فيها تزوجات لا آه. فين باغا تمشي وتمثلي التعاونيه ان شاء الله دول كتحلمي تمشي بيهم التعاونيه الدول ما قررت نتسارى بحال الإمارات الامارات خلاص مشينا اللي مشينا لسويسرا مش إيه؟ مشينا للامارات أيه؟ مشينا لتونس مشينا لالمانيا مشينا لفرنسا ايوا واش باقي بغيتي تمشي دابا تنتمنى انا حياتي هي شي عمره يا رب والصحه يا رب هذيك هي الامنيه ديال ديالي وتنتمنى التوفيق للجميع الجميع والانسان ما يقولش ما كاين ما ندير كاين ياك لا كاين الزيتون ديالنا حنا القصه ديالنا راه ملي درناه, درناه درناه بطريقة اللي كانوا داروا والدينا الله يواليهم برحمة الله تقليديه, تقليدية. أيوة. ودرناه وعيطنا لواحد السيد باش نبيعوا ليه وجا قلبه ايوا وقال لنا على هذا زيتون قلنا له واش نديروا بي... معاه قال لنا سيروا تصوروا معاه وبكينا ولكن ما فشناش قاومنا حتى تولي الزيتون ديالنا الجوده ولا مميز ولا جا وقال لنا بيعوه ليا قلنا له لا بغينا نصوروا اسمح لينا غادي نتصوروا معاه شفتي؟ الصراحه بنادم وعدنا المعصره كونتيني جابت لنا الغرفه الفلاحيه تنديرو الزيتون تاع اكسترا فيرج وتنديروا لا طابوناد ما شاء الله يعني. لا طابوناد الكحله والزيت الاسود والزيت الاخضر وتنديروا الفلفله والحامض حامض مصير؟ اه السلام عليكم تبارك الله بعدا التعاونيه عندها كوميرسيال واعره كتعاود عليكم زوين كتبيعكم زوين الله يعطيك الصحه وانا تنشارك بزاف في المعارض وانا متداومه في التعاونيه وامينه المال للتعاونيه الحمد لله وتنضم الوقت ديالي تنوض في الفجر ونعجن ونطيب خبزي ونشقى في الدار وانا ديك التعاونيه فرحانه بها لحقاش غيرات لي الوضعيه ديالي بدلات لك حياتي بدلات لي حياتي لا من جيت المادة ولا من جيت كيفاش نهضر وليت عندي واحد الجرأة الحمد لله وتفتحت لي آفاق يا ربي لك الحمد والشكر وتنشكر زعما الأعضاء تاع التعاونية تاع تيمات بالتيموليت هي تيموليت واحد القرية فيها عين تسمى عين تيموليت بها تنشربوا ذاك الزيتون وبها كتخرج وب... منتوج وتعيشوا <applause> وكل شيء والحمد لله, لله وهي قريبة الأوزود أها وأزيلال بعيدة على أزيلال ب 75 كيلومتر وقريبة لبني منال ب 18 كيلومتر حاجة فاتحة و نصلي بحالها في الدوار ديالهم كيستقبلوا الناس السياح الأجانب أه شنو رأيك نمشيو ونشجعوا السياحة الوطنية مرحبا بحال الديور يتحلوا وبحال الديور يترزقوا الله قبل ما تفكر تصرف فلوسك في بلاد الناس سير عرف بلادك وعرف الدوار ديالك تيجيو خرجو عندنا عام حنا غنجيو إن شاء الله جيو مرحبا بكم وتنستقبلوا لي جروب اللي تيجيو تيجيو بحال هكا تيقول لك بغينا الرفيسه بغينا شي حاجه حنا غنجي ونشري ونشجعو وندوزو ناكلو الرفيسه ان شاء الله ونشوفك ضحكه ودعاء بالصحه ديما ضحكه ديما دي دي ضحكه وتمنيت لو كان بقى والديا تيشوفوني يا ربي لحقاش ضربوا عليا تماره ورباوني نعمه التربيه والانسان اللي ربى سعداته اللي ربى تبارك الله عليك الله ونشكركم بزاف جزيل الشكر بيك. وتنشكروا كاع الناس اللي ساندونا وعاونونا في التعاونيه والاعضاء تاع التعاونيه تاع التيموليل التيموليل تقليم زينه. شي انا نقترح على الناس دير التعاونيه ولا المسؤولين صوروا هاد المراه وهي ضاحكه وديروها في لومبالاج ديال ديال داكشي اللي كتبيعو غتعاونكم تبيعو بزاف وديجي شي ضحكتها من القلب ديجي شي واحد التعاونيه تيقول لهم واش كاينه فاتحه احنا ملي غنجيو غنقلبو على كان لا فاتحه كان اللي تيقول لي واش بغيتي فاتحه ولا بغيتي الزيتون تيقول لها بغيت فاتحه ولا ناخذوا فاتحه عاد نشوفو الزيتون الله يحفظك ام الله وتنطلبوا جاي. لكم توفيق وتوفيق الجميع الله يرحمنا ويرحم والدينا ربي. والدي المسلمين اجمعين والمشكلة اللي ولينا ضرينا به هو مشكل الجفاف ان شاء الله الله يرحمنا آه. تنطلبوا الله الله يرحم العباد والشجر والبهايم الله يدوزنا برحمته. يا ربي امين. وكل الله يجيب له رزقه. يا ربي. لا يخلي واحد لواحد، هذا الشيء اللي تنطيعه. يا ربي وتحية نضالية للناس تاع ستوديو الله يرحم والناس تاع التعاونيات، وتحية نضالية للتعاونيات تيمات بتيم وليلت، إقليم زيلان. تحية ليكم وكاع الناس ديال الدوار. وتنشكروا كاع العيالات ولا النساء. اللي مكافحات. اللي مكافحات مهم راه مراو قاعد يا لاله يعطيك صحتك ان شاء الله الله يحفظك ما سخيناش بحديتك والله لا لا تنجيو جيو عندنا الارض الواقع ان شاء الله نجي ونشجع ونتقدم ونخلص التعاونيه ونكون من المساهمين في ان التعاونيه تزيد لقدام الله يعطيك الخير انا فاتحه نتمنى لكم كل التوفيق يعطيك الخير قصه اخرى هذه المره شنو رايكم نمشيو لمنطقه اهل المربع بنواحي الفقيه بن صالح وهنا قصه تعاونيه الكرامه اللي بداتها مغربيه نفتخر بها من خرجت من الكليه كاين البطاله ما سكتش وما وقفاتش خلقت راسها ونسب بزاف فرصه عمل شكون هي هذه السيده سعاد غبار روبورتاج وراجعي للحديث برفقتها سعاد غبار سيدة كتنحدى من جهة بني ملال خنيفرة وبفضل العزيمة والإرادة تمكنت من تحقيق مجموعة من الإنجازات في القطاع الخاص وبالضبط مجال المنتجات المجالية فبعد تخرجها من الجامعة رفضت الاستسلام لشبح البطالة فأشرفت على تأسيس تعاونية اختارت لها اسم الكرامة بأهل المربع إقليم الفقيه بن صالح عام 2011 بفضل هالتعاونية اليوم صبحوا كيشتغلوا عشرة النساء والشباب وبفضل الجدية والعمل الجاد حازت هاد التعاونية على مجموعة من الجوائز في مختلف المعارض الجهوية والوطنية والدولية المخصصة للفلاحة وصناعة الأغذية الزراعية نخدم هنا كعائلة وهي اختي سعاد هي اللي كتجمع هاد ليكيب حيتاش اختي سعاد ما كانتش غادي تكون الخدمة ديال ليكيب بهاد الطريقة حيتاش لاغونيزاسيون الطريقة ديال الخدمة ديال ليكيب ضروري خاص يكون واحد لانه انت اللي كيقيديها كنخدموا يد بيد هي اللي كتوريونطينا اول مره جيت كمتدربه هي اللي كتوريني شنو ما ندير شنو هما الحوايج اللي اللي لي... لي... خاص نزيدوا باش نطوروا المنتوج ديالنا هي قصه اخرى لنون النسوه واللي كتاكد على ان المستحيل ليس مغربي والنجاح يمكن يتحقق في كل الظروف وفي كل مكان سواء في العالم الحضاري او القروي مرحبا وألف مرحبا من جديد بسعاد غفار منورانا من ربي أحب يخليك سعي شكرا سعيدة أختي بارك نعم. الله فيك والله هاد الحلقة قريبة للقلب فيها عيالات خفيفة على القلب فيها قصص نعم. إنسانية فيها مفاتيحة منورانا الله يخليك انتما رسالة زوينة بزاف تاع النسا ربي كتقول لوفيك. لك أنا في الدوار ما عندي ما ندير ولا أنا في واحد المنطقة ما فيهاش الإمكانيات سعاد نقدروا نخلقوا لنفسنا فرص جديدة داروري. في الحياة ضروري ضروري أشنو قصتك خرجتي كملتي الكلية؟ من الكليه خديت الاجازه ديالتي من بعد الدراسات الاسلاميه اه في الدراسات الاسلاميه بعيده أه. على المجال اللي انا خدامه فيه دابا كنشتغل فيه آه، بديت في جمعيه ديال المعطلين ولكن الحمد لله حنا ما بقيناش معطلين دابا حنا مجمعين الحمد لله الحمد لله حنا كنجمعوا المنتوج ديال الفلاحه أه. اللي هو الزيتون أيه؟ وهذاك الزيتون اللي كنديروا ليه التجميع هو اللي كنخدموا به كتخدموا بالزيتون آه. كتصاوبوا هريسه كنصايبو املو كنصايبو املو بزيت زيتون اييه وكنصايبو تكتوكه اللي صالات تكتوكه اييه حاصله على الاعتماد شهاده الاعتماد عندنا فيها اغريمو تريتمون تيرميك تكتوكه زعلوك جيت من عالم الدراسات الاسلاميه ما قاريش هاد أه. الدومين في الاول بدينا غير بداكشي تقليدي أيوة. يعني انك تزيد بيديك كل شيء بايديك آه كان الشريك الاول هو المبادره الوطنيه للتنميه البشريه هو اول نعم. شريك اكيد وكاين بزاف شركاء تنتمنى انني ما نسيت شي واحد فيهم لانهم اللي كانوا السند الاول ثقوا فيكم ثقوا فينا والحمد لله كنا قد الثقه لان باش تحصل على أربعة آه، عندنا اوتوريزاسيون ديال املو بزيت الزيتون وعندنا اوتوريزاسيون ديال زيت ديال زيت الزيتون زيت ليكسترا فيرج والفيرج وعندنا اوتوريزاسيون ديال كونسيرف وعندنا اغريمون ديال تريتمون تيرميك وعندنا شهاده شهد... تعل... لي زوفان آه. 2000 كيفاش تحمي المنتوج ديالك يكون سليم وعندنا رحله التعلم سمح لي رحله التعلم كانت سهله ولا كانت لا لا وبعد. غير سهله لان انا المجال ديالي هو الدراسه الاسلاميه راك عارفه المجال ديالو شنو هو آآ آآ الادب ماشي العلوم أي. اما المجال اللي حنا فيه هو ديال لاغرو اليمونتيغ يعني ما هو علمي داك المنتوج ديالنا حنا طبيعي يعني ما طبيعي بدون مواد حافظه درتو كيفاش تحاول آه. كيف تحافظ على داك المنتوج خاص يكون عندك تكاوي الحمد لله الدوله ديالنا كانت معنا مع في المرصاد ودارت لنا تكاوين كثيره لان في هذه المرحله هذه اللي حنا فيها ما غنبقاوش محتاجين الدعم كثر ما محتاجين التكوين حتى الا كان التكوين تقدر دير بزاف تاع الحوايج حيت بالتكوين قدرنا اننا المنتوج ديالنا يتطور وتولي فيه مده ديال عامين في الاول كانت 6 شهور من بعد 18 شهر من, من بعد عام من بعد دابا 18 شهر 24 شهر ماشي ساهل هذا الشيء كامل بتكوينات وبلي تيست يعني كدير لي تيست لهذاك البرودوي تبدلت حياتك بطبيعة الحال تبدلت يعني الإنسان كان عنده طموح أنه وصل بزاف الحوايج كان في الأول أنك تقول أنني توظف توظيف مباشر ولا أه. أنني تشتغل مثلا موظف ولا ولكن ملي كتدخل العالم ديال المشاريع ما كتبقاش تفكر أنك تكون موظف أه. يعني كتفكر أنك تدير المشروع ديالك أها طرق جديدة اللي كانت طرق جديدة الله والحمد الله لله بكثير. أنني اليوم مفتخر أنني تنمثل المرأة القروية جهة فقيه بن صالح أه. وجهة بني من الخريفرة يعني نساء المنطقة ديالي أحسن تمثيل الحمد لله تبارك الله أنا راه غير جزء من من النساء ديال التعاونية شحال ديال النساء دابا كاينة؟ 18 مرأة 18 18 كلهم عندهم بيوت متزوجات آه يعني الحمد لله تيشتغلوا وتيوفروا الفلوس لوليداتهم لروسهم تحسنات الوضعية ديالهم ولاو تيديروا تكاوين مه. يعني كان النيفو ناقص ولا دابا كاين تكوين الحمد لله فاش كنتكلموا يعني. سعاد على مجال التعاونيات عاملة الثقه مهم جدا مع طبيعي. الكليان كيبغي يصبر وسائل البال لان آه. في الاول ما كيكونش كيثق فيك طبيعي لان في الاول باش غير شي منتوج طبيعي حاجه صعبه باش انك تخرج بمنتوج طبيعي فيت عام صعب صعب م -م. بزاف لان كيفاش تحافظ عليه كيفاش تعلم اشنا هي لا <applause> كيفاش تعرف ان لي بي اش اللي خصك يكون في البرودوي السال اللي, اللي خصو يكون في البرودوي آه بزاف يعني كاين عندك واحد الفورميلا كتعمر كيفاش تعمر لي تراسابيليتي ديالك يعني في الاول ماشي انت غادي تجيب موظف باش يدير لك هذيك ولا بيروجيتيد باش يدير لك هذاك لو سويفي انت ماشي غادي تقول انا مرا مثلا ما قارياش ولا مرا ماشي في المجال ديالي تقدر تعلم كل تقدر بزاف ديال الحوايج تتعلمهم تقدر داكشي هذاك الفورميلا دا خاطر ما تعمروش بالفرونسي تعمرو بالعربيه سعاد غبار شنو حطيتي بين عينيك اللي خلاك اليوم رفقه السيدات اللي معاك توصلوا آه للي فيه شنو كان دافعكم في كل نهار انت آه كمرا شنو كان دافعك في كل نهار دافع ديالي الاول انني نكون مستقله ماديا وانني نوصل لشي حوايج ونمثل المراه احسن تمثيل المنطقة ديالي آه الحمد لله شاركنا في معارض آه وطنيه معارض دوليه <applause> آه، كين الدنمارك كاين الميريكان كاين فرنسا المانيا آه، الخليج البحرين آه، الامارات دابا آه، المنتوج ديالنا كنسدروا الإمارات المنتوج ديالنا خرج لدول اوروبيه كاين فرنسا كاين بلجيكا المنتوج ديالنا كاين في الاسواق آه، الكبرى في المغرب معترف أتعرف آه، كاين في الأسواق كبرى آه، بزاف تاع الشركاء بغيت نشكرهم اليوم اللي هو المبادره الوطنيه آه، الغرفه الفلاحيه آه، سميتو لو سي بي الجامعه ديال هالمربع لان هي هي كانت مسانده لينا آه وكاله التنميه الفلاحيه لان هي اللي كانت ساهرة على اننا نشاركوا في معارض دوليه آه، تنتمنى انني من من لوفيس المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي بزاف ديال الشركاء كانوا في هذا البروجي هذا والحمد لله هذا البروجي نجح مزيان ووصل إن شاء الله <applause> اللي غيوصل ومازل... مازال طموح كبير والمنتوج ديالنا مازال غادي نطوروه اكثر لان دابا تنديروا لي كريم سيترون ملي طابونات ديالنا بدينا كنبدعوا فيهم اكثر آه غادي نديروا طابونات بكورنيشو غنديروا طابونات الزيتو الخضر بالكبار يا سلام آه غادي نديروا الكريم سيترون بوحدو كديروا في المغرب كامل في المغرب كامل آه كاين الاسواق الكبرى في المغرب كامل يا سلام آه الحمد لله كيفاش كانت طفولتك سعاد جميله جميل. انا ما تحرمت من حاجه الحمد لله وهي اليوم انا, ب... أنا بنت في العروبيه انا تزاديت في العربية, العربية. وشرف لي انني نكون بنت العربية الحمد لله بيان سور هذا آه. جميل جدا انا في ديالنا تزاديت في العربية وقريت والحمد لله انني قدرت نعاون النساء ديال المنطقه ديالي ماشي نعاونهم كاملين حنا كنخدموا كفريق يعني بالفريق تقدر تنجح اكثر يعني هذا النجاح كامل راه ماشي غادي نقولوا المراه 100% غادي تكون بوحده باش تنجح هذا العمل كاين فريق عمل دائما كاين فريق عمل كاين في تل الرجال كاين معايا الاخ ديالي اليوم في الكواليس صحيح المساند دي. ديالي <تصفيق> هو <تصفيق> هو الاخ ديالي أيه؟ مساند ديالي لانه هو كان صاحب الفكره ديال التعاونيه انا نديرو التعاونيه اللي هو اللي صاحب دياله. الفكره هو اللي شجعني في الاول اننا نديرو مشروع أعتقد رسالة الرسالة على شي حاجة شناهوا باللي ما يروج حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي باللي الرجال أعداء النساء والنساء أعداء الرجال لا الخير حنا كرجال ونساء كنكملوا بعضياتنا طبيعي. ومع بعضياتنا كنكونوا أفضل وكنعطيو أحسن الناس كتروج لأن اللي كتروج على أن الرجال أعداء النساء هذيك تجربتهم الخاصة ومنظورهم الخاص سيروا بمنظور أن حنا والرجال غادي نعطيو أفضل في هذا المجتمع طبيعي. ياك <applause> حيت النساء اللي كاينين دابا معنا في التعاونيه راه لا ما كانش الراجل ديالها مساند راه ما غتجيش تخدم <سؤال> يعني ما كانش الراجل ديالها مشجعها والحمد لله كان لي مثلا خرجات تكوينيه فيها يومين وثلاث ايام والراجل انه تيوافق انها تبعد على المنزل ديالها واحد اليومين وثلاث ايام باش تكون باش يساعد داخل البيت راه شي حاجه اللي زوينه مع بعضياتنا افضل آه. والله خير حنا مع بعضياتنا الحمد لله رجال, رجال مساندينهم <applause> واقفين معاهم تا هما دايرين لهم القيمه ديالهم وهما دايرين القيمه للنساء ديالهم بعيدا على التعاون يا سعاد شنو اكبر احلامك أو الوقت راسك عالم في التعاونيه ما بقيتيش كتشوفي براته عالم أه, آه. آه، آه. آه، آه. زوين في عالم زوين عندك احلام آه. اخرى آه. في مجالات اخرى تبغي تحقيها في المستقبل آه. علاش لا مازال ما كنفكرش ولكن باقي باقي الاندار ديالي متجهه للتعاونيه علاش حيث مازال شي حوايج بغيت نزيد نبدعو في التعاونيه مازال التعاونيه بغينا نوصلوها العالميه ان شاء الله ان شاء, شاء الله يعرف. حيت المنتوجات ديالنا بداو تيدخلوا الاسواق الكبرى في المغ... في العالم كاينه تجربه ديال بي تو بي في الامريكان بدينا كنديرو بوحدنا جوالات مثلا في فرنسا في ايطاليا في دول اخرى وتنديروا واحد الاسواق اللي كاينه تما كاينه الناس كيجربوا أه. متفجدين. بدينا دابا تنمشيو على النفقه ديالنا دي وداك الشيء لدول اخرى لقات اقبال متفجدين. الحمد لله أه. بدينا دابا تنتواصلوا مع ناس اخرين وغادي نسوق المنتوج ديالنا في هذوك في الاسواق الخارج المغرب <applause> <بيكبر وزيد كبر تصفيق> ان شاء شكرا الله. الله انت ونصلي معاك الله يخليك انا في الله يخليك يعطيكم دوام الصحه والخير وما شاء الله مشروعكم يكبر ويزيد يكبر ان شاء الله شكرا امي ساعه سعيده الله يخليك ان شاء الله ساعه الخير الله <applause> يخليكم ويجازيكم دوام الخير والصحه القصه تستمر هما النساء ولهن نساء من العالم القروي خلقوا وصنعوا الفرق في المجتمعات وفي المحيط ديالهم راجعين بعد لحظه الانتقادات رايكم هذا المره نتعرفوا على قصه كلتوما ايت مومن وهذه المره تزده العالم الكشافه نواحد امزميز منطقه امزميز واحد الحوز تعرفوا عليها اكثر ينورونا في البلاتو في حلقتنا الخاصة بالنساء القرويات أو لنساء العالم القروي متميزة بالقصص ديالهم كل من كلتوما أيت من مرحبا بك وكل عام وانت طيبة إن شاء الله بارك الله فيك اختي نتمنى لك كل الخير شكرا بزاف وهذه الوريضة يا لاله عرب محبه وشكر لك على كل ما كتقدمي في المجال ديالك ونذكر باللي أنت رئيسة جمعية كشافة المغرب منطقة أمزميز إقليم الحوس راجعين تعرفوا على القصة أكثر ولكن قبل خليني نرحب بضيفتنا أيضا زاهية أبو ليت انا من عشاق تبوريدا والمواسم تحياتي لك مرحبا مرحبا بك انت جمعيه الاسماعيليه خيالة ولد عمران تبوريدا سيده اختارت هذا المجال في 99 كل عام وانت بخير وصحه سلامة. وسلامه تفضلي شكرا لك سعادة انه يكونوا بيناتنا ضيفات من مجالات مختلفه وحنا كنحتفلوا باليوم العالمي للمراه برمجه طيله هذا الاسبوع خاصه فيها نتعرفوا على قصص نجاحات متميزه كاينه اللي كتبان لي كبيره بزاف وما يقدرش يوصل ليها وكاينه اللي كتبان ليه صغيره ولكن كل وحده فيهم خلقت نفسها مساحه باش تمشي خطوه خطوه دقه دقه نحو الحلم ديالها تعرفوا اكثر على قصه كلتوما ايت مومن العمل الجمعوي بالنسبه لك شنو انني نكون شخصيتي نبين الصوره ديال كلتوما في وسط امز مزلي هي كتعتبر منطقه قرويه ماشي من حضاريه آه. 100% ثاني حاجه باش انني نفتح على الناس في المدن الاخرى نفتح على الناس في المجالات الاخرين ماشي غير كدومين ديال كشافات المغرب ولا ككشفيه عامه ولكن في المجالات بزاف انت خديتي دبلوم مدربه مخيمات في 2017 بالنسبه لك الكشفيه مخيمات هاد الفئه بالضبط انك تخدمي معاها علاش اختاريتيها وعلاش هذا التخصص؟ واش هو الاختيار أو لا ذكرى من الطفولة خلات كلثوم أيت مؤمن تقول أنا عشت تجربة جميلة بغيت نعاود نعيشها الناس أخرين؟ أنا عشت الطفولة ديالي ماغاديش نقول لك كيف بغيتها ولكن الحمد لله عشت منها شوية وبقى فيا داك الحب ديال الطفولة في الداخل ديالي لقيته في جمعية اكتشافات المغرب لقيت الحياة ديالي في وسط الدراري الصغار <applause> اللي تنحاول ما امكن انني ملي كنشوف البسمه في البنت ولا في الدر الصغير يعني كل شيء عندي في الحياه ملي كت... كت... كتلقاي الاباء والامهات كيديروا فيك الثقه في... على اولادهم على اولادهم بالاخص فاش كنوصلوا للمجال ديال المخيمات كيسولوا على فلانه واش كاينه واش غتحضر في التاطير ديال المخيمات الا حاضره غنصيفطوا وليداتنا ما حاضرش ما غاديش نصيفطوا يعني كت انت في المجال اللي كتبغي واحد المسؤوليه كتعطاك من طرف الاباء والامهات كبيره عاد زايد انك خديتي واحد المسؤوليه ديال مدربة مخيمات وتاثر تمايا والمسؤوليه الكبيره اللي كاينه في ال في يعني في البلايص اللي كنخيموا فيهم كل وحده والمشاكل ديالها والعراقيل ديالها يعني كتحاولي ما امكن انك تبيني للمسؤوليه ديالك اللي داروا فيك الناس ديال الوزاره عطاوك ديبلوم انك تاخدي واحد المسؤوليه في في هذا المجال هذا كنت ما ايت مومن امل ام بقى طفله بجو بداخلك عايشه ضروري كت... فرحة ترجعي لطفولتك كل نهار مع الوليدات في المخيم. الحمد لله ديما دي تنعيشها معاهم كان صغيره مع الدراري الصغار و... ونكبر شويه مع الناس الكبار و... <applause> وترجعي لطفولتك مره آه. اخرى في المخيم اه ضروري مزلزال الحوز كان صعب على المنطقه بزاف انتي شرفتي على مخيمات في منطقه امزميس مع بزاف ديال المتطوعين هذا التجربة من الناحية الإنسانية كانت صعبة على الناس تلقاء البلايس اللي تعرضوا للزلزال أنت بالنسبة لك في هذه المرحلة شنو كانت البصمة اللي كنت بغية تخلي احنا الحمد لله في جمعية كشافات المغرب اللي كان نوجه لها الشكر الكبير بزاف بزاف من هذا المنبر هذا من أصغر شي بلتة الأكبر قائد اللي خلي عطتني هذه هاد الفرصة هذه في علمتنا نكران الدات يعني ملي كتكوني في واحد الكارثه طبيعيه خاصك تدي الواجب ديالك مهم. الحمد لله تعطتنا فرصة أننا ندوزو التكوين ديال الإسعافات الأولية تعطتنا فرصة أننا ندوزو لي ستاج في, المستوصف يعني باش أنك تكون عندك واحد تعامل مع المصابين بصح ملي جات هاد الكارثة أول مرة غادي نعيشو هاد الكارثة هادي والحمد لله تألمنا وبكينا وبزاف ديال الاحاسيس عشناهم في هذيك الكارثه هذيك ولكن كما قلت لك نكران ديت خاصو يكون يعني مادام انا كتشوفي بزاف المصابين قدامك تتنسي راسك خاصك هذوك الناس محتاجين واحد المساعده خاصك تقدميها ليهم قلتهمي تماما عملك في العمل الجمعوي والكشفيه والأعمال التطوعي عموما علمك على مدار السنوات المعنى الحقيقي للامتنان بصح بزاف طورت نفسيتك وشخصيتك قلتهمي ما كانتش هكا كي كنتي كي وليتي آه، كنت تاع انا حشوميه ما نقدرش انا نهضر قدام الناس حتى كنت كطفله كنشد في دار شباب ما نقدرش نوض ندير نشيد ما نقدرش نشارك في شيء لعبه أها. ولكن جمعيه كشافات المغرب عطاتني واحد الفرصه أنا تبدلتي. انك تخلى على الخجل ديالها تحاول ما امكن انها حتى هي تنوض تنوض تاثر واحد اللعبه دير واحد النشيد للدراري نويدة. في, التكاوي اللي كندوزو حنايا في, في ديالنا يعني كتحاول ما امكن انك تدير تدخل ديالك وتسوال وتعلم يعني بصح يعني شي حوايج ما كتعرفهمش يعني كتحاول ما امكن انك تواصل مع واحد الشخص اللي كنتي كتشوف بحال الاساتذه اللي كانوا كيقريونا تنشوفهم في الزنقه ديك الساعه فاش كنا صغار كنهربوا الحمد لله ولات هذه الفرصه هذه انك تعطى انك تهضر مع الناس وتسول حتى انت على المعلومه اللي بغيتي في كل تجربه كتعطيك وليدات جداد واخا ماشي هما ولادك بصح وبالاخص في المخيمات حتى الناس ديال امز كيبقاو معاك ولكن الوليدات مثلا اللي كتاثر في المخيمات كتبقى واحد كندوزو مع واحد 10 ايام ولكن كتربي عليهم الكبده كما كيقولوا اها كيكونوا شي وحدين اللي هما نموذجين في وسط المخيم يعني ضروري كتبقى ديك العلاقه ربما كتبقى تواصل بيننا وبينهم حتى مع الاباء ديالهم فين كنتمنى يوصلك هالطريقه كنتوما في المستقبل آه، شنو غادي نقول لك كنتمنى بزاف ديال الحوايج سواء في حياتي الشخصيه ولا حتى في حياتي ديال العمل جمعيه آه، شنو غادي نقول لك بالنسبه لكاف كجمعية اكتشافات المغرب انا كنتمنى لها انها تكون الحمد لله عندها فروع خارج المغرب ولكن كنتمنى انا نوصلوا لواحد ال... واحد الهدف اللي كنا حنا واضعينه كجمعيه اكتشافات المغرب وطنيا بالنسبه لك كنت كنتمنى انها تبرز الوجود ديالها مثلا في الدول الاخرى لمالا؟ لا نعم تطوعي في دول اخرى بصح اليوم رسالتك للشابات اللي كيشوفوك لاي درجه مهم الا بغاو يطوروا البنات انهم يكونوا جزء من عمل جمعوي من مساعده الاخر شنو تقول اليوم عليه واش مهم جدا باش نطوروا كناس بزاف آه غادي نقول ماشي الدراسه هي كل شيء حيت كاين اللي كيقول انا غنديها في قرايتي خاصني نوصل خاصني هنا خاصني هنا بزاف ديال الحوايج كنقول لكم انا الدراسه ماشي هي كل شيء اعطي فرصه الا تعطاتك فرصه انك تنخرط في واحد العمل الجمعه وين فيه ونخرط اه قرا ونخرط حيت كتكون شخصيتك أه. ربما التكوين ديال الشخصيه في المدرسه ما هي ماشي هي ماشي هي, هي الحياه الحقيقيه صح كتعلمك ربما تكون تفاصيل كثيره اللي كاينه في حياتك ما كنتيش راد البال الناس اخرى محرومه منها وكتفتح كتفتح لك تفتح لك عفوا افاق حتى في المجال الدراسه ديالك كاين الحمد لله معنا حنا شباب في, في جمعيه كشافات المغرب كانوا كيقراو في الدراسه ديالهم كانوا شعاب ديالهم ولكن ملي خارطوا في جمعيه كشافات المغرب تعطاتهم فرصه في دول اخرى انهم يكملوا الدراسه يعني ديالهم شكرا الله. لك بزاف كل التوفيق لك كل عام بالف خير ان شاء عمين. الله نمشيو لعالم تبوريضه والزاهيه أبو الليث رئيسة جمعية الإسماعيلية الخيالة ولاد عمران التبوريضة أشنو قصتها في هذا المجال تعرفوا عليها أكثر زهية أبو الليت مرحبا بك من جديد شكرا عالم التبوريضة خلك تحصلي على وتشاركي في كثير من المعارض الوطنية والدولية حصل على البرونزية في البطولة الوطنية بدار السلام 2005 والذهبية في 2006 عالم تبريدة تربيتي فيه كبرتي إليه أه بحكم أني أنا الصورة في إحنا أربع فتيات أيه؟ أه أنا كنت كان رافق الوالد ديالي في جميع المشاوير دياله الوالد ديالي فلاح الجد ديالي فلاح ااا أه كنت كنرافقو رافقه في غادي للسوق غدا معاه غادي يشري عود غدا معاه لدرجة هادشي كان كي كيقلق كي ماما شوية أحا. وهي بنت وما خاصهاش نمشي لهذا البلايص وهذا فكت أنا وبابا كنديرو واحد لو بلون بالليل باش كس كنمشي كنسلتو كنسلتو لان ما كاينش حل اخر كنمشي مع المهرجانات كنمشي مع المواسم الجد ديالي حتى هو كان كيمارس كي بوريده دونك هذاك الشيء جاي ابان عن جد دايز في الدم اكزاكتو اي عمر بديتي كتركبي الخيل 14 سنه بديتي بشويه بشويه كنت مرافقه الوالد ديالي في واحد المهرجان في صربه هو كان كيركب في صربة رجالية فاش نزلوا الخيل قلت لي بغيت تركب حنا الأب ديالي متفتح جدا أي حاجة بغيت تديريها في حدود المعقول طبيعة الحال وهذا يخليك يعاونك يشجعك فقلت لي بغيت تركب ويقول لي سيري نزلوا الخيل وكيرتاحوا مشيت أنا واحد سيد تهور كيركب مشينا عطاني العود ركبت عليه واحد كيقلب عليه شي حاجه نده هذيك الندهه اللي كنقولوا حنا هي الانطلاقه اللي كنعطيو لك الخيل باش يمشيوا باش يبداو السيد باقي كيوجد راسو انا جرى بيا العود ايوا صافي مشيت جبت به كنقولوا حنا المجبت من انطلاقه ديال الفرس الوقوف ديالو هذاك المجبت وقف بيا مزيان قلت لي بغيت نعاود عاودت المره الثانيه صافي حيدت شويه هذاك الخلع العشق انا كان عندي قبل هذاك الشيء علاش كنت كنمشي مع بابا في ما غادي لشي موسم ولا هذا غادي معاه ولكن هذا هذاك شويه ديال الخوف اللي كان عندي حيد جا موسم لعبد عبد الامغار اييه موسم كبير مهرجان كبير اكيد سيتو كبير اه كيكون فيه تقريبا 1400 عود ماشي موسم صغير اللي انا مولفه كنشوف أه مرافقه الاب ديالي بوحدي بنت في 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 او الخيمه ديال تبوريضه فواحد الصديق ديال الاب ديالي تغيب واحد النهار ما جاش بحكم العمل صح العود ديالو بقى فارغ غتركبي وانا نقولها لبابا قلت ليه نقدر نركب معاكم قال لي تقدر قلت ليه اه يلا ركبي ركبت ماما ما خبرها والو أه. لا لابسه جلبس بابا أه حذاء رياضي اها طلبت الطيابه عطاتني فولاغ ابيض لان خاص اللباس يكون ابيض خديت السلهام ديال بابا وركبت وبدات الحكايه ركبت مشيت معاهم المحرك جبت معاهم المجبد الاول جبت معاهم المجبد الثاني قلت لهم بغيت المكحله قال لي بابا لا ما يمكنش <تصفيق> <تصفيق> بشويه بشويه آه مي الغد ليه عطاني المكحله وصافي وهذيك هي البدايه <applause> هذيك هي البدايه جات فتره كان خاصك تدربي بطريقه اكثر احترافيه انا كنت كنت سريع التعلم كنت دائما اللي كركب حدا سورتو كنت كركب على جانب فريق السربه العله آه. الحركه اللي كان كيديروا هذا كنت كنقول ك... يعني دغيا تعلمت يا سلام عليك اليوم كنتكلموا عليك كمسيره فرع شركه اجنبيه اييه جانب تبوريضه كتكلمي الاسبانيه والفرنسيه والعربيه بطلاقه نعم ما فرطتيش في قرايتك الجانب التبوري ما فرطتش قرايتي انا كنت تابع دراستي باسبانيا وكنت كنبطل الامتحانات ديال شهر خمسه وسته لان كيبداو المواسم سمحوا لنا آه كيبداو المواسم <applause> كيعيط يا بابا ديما هذوك الامتحانات الاخيرين كنخليهم انا تال الاول تسعود دونك ديما كنبطل هذوك الامتحانات باش نجي باش نحضر المواسم عام على عام والحكايه كتكبر بالنسبه عليك طبيعه الحال دابا غير موسم مولي عبد الله امغار أغار. تقريبا دابا من سنه 2000 عمرنا ما تغيبنا عليه يعني كل سنه كنشاركوا فيه رفقة الاب رفقة الاب ديالي في المكان اللي كان فيه جدي الله يرحمه كيبني فيه الوثاق ديالو نفس البلاصه نفس البلاصه لان مول عبد الله كل واحد شاد فيه بلاصه خرجوا المعارض خارج الوطن لا شاركنا شاركنا بداخل في المغرب, في المغرب. آه. في مدينه مراكش مدينه بني ملال كتحل ما تهزي تبوريده لدول اخرى دول اخرى توريها لهم خصوصا دول اللي باقا ما عمر لها انا كنظن ان هم الشاغل هو بعد المغرب لان الفرق النسائيه في المغرب باقا ما كترتش. قليله بزاف تقدري مثلا من واحد 200 موسم او مهرجان اللي كيتقام بالمغرب ديال تبوريده غتلقاي اربعه المهرجانات ولا خمسه اللي فيهم فرق نسويه اذا باقي النسبه قليله باقي ما كانش الفرق كاين فرق على رؤوس الاصابع دوك كتحلمي تطوري الحضور النسوي أه كنتمنى كنتمنى نشوف بزاف الفرق النسويه كنتمنى نشوف مثلا في مهرجان واحد جوج ولا ثلاثه الفرق دابا حاليا كتلقى فرقه واحده في مهرجان الى الى الى, كانت الزاهية هذيك البنيه ديال 14 عام وهي تتسلت مع باباها باش تمشي تشوفو كيشري الخيل اللي ركبت وهي صغيره اللي بغات المكحله دغيا هذوك التفاصيل عاونوك وانت تخرجتي وبديتي مشوار مهني في مجالات اخرى عاونوك انك كاينه روح القائده دائما أه صراحة هادشي ما ما حسيتو توصلت وصلت نولج سوق العمل أه بحكم اني بديت انا الوحيدة في المنطقة كركب اسسنا بغينا ناسو فرقة نسوية بدينا كنجمع البنيات باش كندربوهم وهذا وكان الوالد ديالي كينعاون بزاف البنيات اللي ما مخلينهمش والديهم يركبوا <تصفيق> <تصفيق> آه، كان كيعاونهم يوفر كي لهم الخيل كيوفر لهم جميع <applause> الاحتياجات لان هاد المشكل ديال بالنسبه للفتيات هو انه آه كل شيء باهظ <applause> الامكانيات <تصفيق> الامكانيات ماشي سهله لانها واحد الهوايه اللي كتحتاج آه يعني ماديا متطلبه بزاف آه فاش كنت قائده الفرقه خاصني نتعلم تعلمت اني نكون في نفس الوقت قائده يعني منضبطه ومسؤوله ولكن في نفس الوقت واحد الليونه لان اللي في في اخر هذه هوايه ولكن هوايه اللي بحكم انها من التقاليد والعادات ديالنا خاصنا نحافظوا على كيف خديناها حنا كيف ما هي بقواعدها وبقوامها بقواعدها باخلاقها بالاساسيات ديالها بواحد الطقوس خاصها تكون كلها محترمه فاش ساليت الدراسه ديالي بديت العمل حس ما صعوبه باني نجيغي اون ايكيب اللي خدامه معايا بالعكس فهادشي تعلمته انا من تبوريده لاني كنت قائده في فريق وكان بابا كيخلي لي المسؤوليه يعني انا اللي كان تاخذي القرارات المهرجانات اللي غادي نشاركوا فيهم شكون اللي غادي يشارك شنو الخيل اللي غادي نستعملو شنو هذا هذاك الشيء كبر في هذيك ثقه النفس وتعلمت هذيك القياده تعلمتها من تبوريضه ما كتفكرش تعاودي حكايتك مع تبوريضه في شي كتاب صراحه لان تبوريده واحد العالم الناس اللي كيشوفوا كيمشيو يتفرجوا فيه خاصهم يعيشوا خاصهم يدخلوا الخيمه خاصهم يحضروا الاجواء الاجواء قبل الركوب خاصهم يحضروا عاد كيشوفوهم هذاك اللقطه في المحرك خاصهم يشوفوا الرجوع من المحرك والطقوس زعما واحد العالم تقدر تعاودي شي نعرف كتاب ان شاء الله علاش لا ان شاء الله بما انك متقنه لعده لغات ربما يترجم لعده لغات حنا اليوم نتكلم على خطوه التوثيق واللي هي مهمه بالنسبه لورات مهم بحال هذا انا كانوا كانوا عندي لقاءات مع اساتذه باحثين اللي كانوا داروا معنا ابحاث اللي هما كانوا كيوجدوا بالنسبه للدكتوره ديالهم وبزاف الناس اللي داروا الدكتوره ديالهم في مجال في مجال التبوريده وطرقوا طبيعه الحال التبوريده النسويه لان هي هي الميزه مؤخرا يعني هي اللي كاينه في المجال هي اللي كاينه في المجال وبزاف الناس اللي كيمشيو للمهرجانات باش غير يشوفوا هذيك البنت راكبه ولا واحد الفرقه البنات راكبين لان بالنسبه للذكور يعني شي حاجه والفوها. اللي تعودوا عليها الله يعطيك الصحه كنتمنى لكم نجاحات كثيره في الحياه ديالكم شكرا لكم زاهيه شكرا لك انتما ايضا بالتوفيق لكم في المشوار مشاهدينا الكرام البرمجه الخاصه مستمرة على القناة الأولى في إطار احتفالاتنا باليوم العالمي للمرأة تنحتفلوا بنساء مغربيات في مجالات مختلفة موعدنا في حلقات مقبلة دايما أنا الأولى شهية طيبة على خير